وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد ناصر الأهلي، رئيس لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة، وبداية ما أهمية إقامة مثل هذه المعارض بالنسبة للسوق العقارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليكم ومساء المشاهدين في تلفزيون البحرين. في البداية أحب أن أهنئ قيادتنا الرشيدة ومؤسسة التمريض العقاري في النجاح معرض سيتي سكيب للعام الثاني، والفعاليات المصاحبة أيضا للمعرض طبعا اللي كانت أول مرة تصير في هذه. طبعا إقامة هذه المعارض العقارية تعتبر في مملكة البحرين يمكن رافد من روافد التنمية الاقتصادية لأي دولة، لأن أي معرض يكون فيها هناك تنشيط أيضا للحركة السياحية من خلال شغال فنادق وحركة الطيران والأسواق المحلية. ونعتبر احنا معرض سيتي سكيب العقاري العام الثاني على التوالي نجاح هام يمكن للسوق العقاري، دليل ايضا على اهميه تنفيذ خطه التعافي الاقتصادي بعد ازمه كورونا ورجوع الاستثمارات العقاريه ولله الحمد الى طبيعتها كما كانت في السابق قبل ازمه كورونا طبعا. وتكتسب يعني اهميه المعارض العقاريه يمكن لدى المستثمرين والمتعاملين في السوق العقاري بعرض مختلف انواع المنتجات العقاريه في مملكه البحرين، والحمد لله احنا مثل معرض سكيب نلاحظ هناك المطور والمستثمر والوسيط العقاري والمهندس وايضا الى جانب البنوك والمموله للعقارات، فهذه طبعا كلها تحت سقف واحد جعل المعرض العقاري اهميه قصوى خلينا نقول للسوق العقاري في البحرين واهميه قصوى ايضا للاقتصاد البحريني طبعا. هذا العام يمكن لاحظنا والكل لاحظ ايضا اختلاف في بعض الامور العقاريه، يمكن طرح مسابقه البحرين للابتكار العقاري انا اشوفها من وجهه نظري والاعلان عنها هي بادره ممتازه تطرح لاول مره من خلال مؤسسه التنظيم العقاري، وكانت فرصه يعني انا اشوفها جيده والكل يعني حسس بان هذه يعني المسابقه نفسها تعطي اهتمام الدوله للمهتمين بالعقاريين سواء من افكار جديده وبرامجهم في تطوير المهن المختلفة والمختصة بعالم العقار في البحرين، وهذه أنا أعتبرها بروحها يمكن نقول أهمية تعطي تطوير مهنة العقار بمختلف أنواعها، ونهنئ المهتمين على هذا خلينا نقول الفعالية نفسها، ونهنئ أيضا الفائزين اللي فازوا يعني المراكز الأولى في هذه المسابقة فيها. نعم، كيف ترى ايضا مدى الاقبال على معرض سيتي سكيب لهذا العام؟ المعرض احنا نبينها من خلال تمديد الايام، تم تمديده من 3 أيام الى 5 أيام، هذه يبين على ان احنا في اقبال يعني كبير من قبل المهتمين، ولاحظنا اليوم يعني خلال فتره 3 أيام 4 أيام الماضيه لاحظنا اقبال من المواطنين، من المستثمرين، من المقيمين وايضا من الخليجيين. لاحظنا ايضا ان زياده الاقبال على المعرض الاول كان يمكن بنسبه 30-40%، هذه يدل على اهميه المعارض العقاريه واستمراريتها مستقبلا، ويدل ايضا على الجهود الحكوميه في خلينا نقول تشجيع المعارض العقاريه، في تشجيع الاستثمار العقاري. طبعا احنا الاستثمار العقاري الحين في البحرين سنويا يمكن تتجاوز مبيعاتها المليار دينار، ونطمح احنا للافضل طبعا خلال هذه السنه نتجاوز المليار و200 مليون دينار ان شاء الله، وهذا هو نفسه ان احنا نقول كعقاريين وكمستثمرين ننظر اليها كمستقبل باهر ان شاء الله للاستثمارات العقاريه. وايضا ما لاحظنا خلال المعرض يعني من الايام الماضيه يعني الكثير من يعني خلينا نقول الزوار ابرموا بعض الصفقات العقاريه واحجزوا وقاموا بحجز ايضا كثير من المعروضين يعني في المعرض، يمكن اتوقع ان السنه يمكن قيمه الحجوزات تتجاوز المليون دينار بحريني والحد الموجود خلال ايام المعرض، وهذا يدل على اهميه المعرض ويدل ايضا على استمراريه المعرض لمده 5 أيام لانها ملح للجمهور وللمطورين والمستثمرين نفسهم. نعم، السيد ناصر الأهلي رئيس لجنة العقار في جمعية رجال الأعمال البحرينية، شكرا جزيلا لك.